في هذا اليوم المبارك ونحن ندشن شعار الهيئة الجديد بقيادة جديدة إن شاء الله، نعمل منها نقلة نوعية لتطوير أداء وخدمة هيئة مستشفى كما عهدناها أو بشكل أفضل، ولن يكون هذا إلا بجهودكم أنتم الأساس في خدمة الإنسان في هذا الإقليم. ندشن العمل بهوية المستشفى الجديدة في ظل التحديثات التي تجري لأداء الهيئة. الهيئة لها يعني من حين صدر قرار في عام 2012 إلى اليوم قامت بأعمال جليلة وكبيرة وفي مراحل متعددة، منها ما قبل حرب وهجوم الميليشيات على الحوثية على محافظة مأرب، ومنها ما توقفها في عام 2015 بسبب الهجمة الشرسة للميليشيات على المحافظة، ثم عودة العمل فيها بشكل آخر. واليوم نحن في إجراء تحديثات وتطوير الأنظمة داخل الهيئة، من ضمنها وبدايتها تبدأ بتدشين الهوية الجديدة والتي تتمثل في الفلسفة الأساسية والرؤية الاستراتيجية للهيئة التي نسعى طموحين إلى أن تواكب العصر وتواكب كذلك الأحداث والمستوى المهمة التي تلقى على عاتق الهيئة. تدشين الهوية والشعار انطلاق مرحلة جديدة في تطوير واستمرارية الهيئة نحو تحقيق الرسالة والأهداف المرجوة بإذن الله نحو مدينة طبية متكاملة. وكان لا يوجد هوية سابقة للهيئة، وشكل الشعار الذي دشناه اليوم جملة من الأهداف والرسالة التي نريد تحقيقها، أيضا إلى رسالة عن تاريخ وحضارة سبأ